النهاردة إن شاء الله بعد ما خلصنا منهج الألجبرا بالنسبة لماث تلت إعدادي هنبدأ في النهاردة في منهج الجيومتري. أول حصة النهاردة هتنقسم لجزئين، الجزء الأولاني هتاخد main concepts والجزء التاني هتاخد 3 colors مهمين جدا أو 3 rules نستخدمهم في حل المسائل. basic definitions and concepts on the circle. طبعا احنا درسنا السيركل قبل كده، هنعدي عليها بشكل سريع. بيقول لي the circle mister، لو انت عندك circle عندك fixed point في الوسط اسمها the center of the circle، اشهر رمز عندنا اللي هو الام. يعني ايه circle؟ يعني the set of points of the plane which are equidistant from the fixed point. يعني انت لو خدت اي نقطة موجودة على circle هتلاقيها على بعد ثابت يا مستر من البوينت اللي هي ام. الام اسمها ايه؟ اسمها the center of the circle، واحنا بنسمي السيركل حسب يا مستر السنتر. يعني لو كان عندك السنتر ام فدي بنسميها سيركل ام، اما لو كان السنتر ان فدي بنسميها سيركل ان. ودول اشهر تسميتين بالنسبه للسيركلز. وممكن تسمي سيركل عندك تكون اسمها سيركل اس. يبقى ما تنساش ان السيركل يا مستر ممكن احنا نسميها حسب السنتر. لو السنتر ام اسمها سيركل ام، لو السنتر عندي N يبقى اسمها سيركل N. Next the circle divides the plane into three sets of points. يعني انت لو عندك سيركل والسنتر بتاعها M عندك three sets of points. اول حاجة عندك ال exterior points، تاني حاجة ال interior points، تالت حاجة ال on the circle. يعني لو خدت two points زي A و B هتلاقيهم مستر outside the circle. outside the circle معناها ان هما exterior points، انما لو كانوا يا مستر جوه السيركل يعني inside the circle زي C و D و M اللي هي center of the circle هنسميهم interior points. يبقى interior points عندي زي C و D و M. اما لو كانوا يا مستر على الكيرف يعني على الخط المنحني اللي احنا شايفينه زي ال E وال F دي بنسميها points on the circle. Next concepts عندنا 3 concepts مهمين جدا. اول concept يا مستر هو radius، تاني حاجة الكورد، تالت حاجة الديامتر، وسبق لنا ان احنا تعرفنا عليهم في المرحلة الابتدائية. لو كان عندك circle يا مستر with center M وخدت point عليها A ورسمت segment من ال M لل A، السيجمنت دي بنسميها مستر the radius of the circle. يبقى معنى كلمة radius يا مستر انها segment joining between the center of the circle and any point on the circle، بتربط بين يا مستر السنتر بالنسبه للسيركل واي بوينت على السيركل. يبقى definition segment joining between the center of the circle and any point on the circle. بنسمي السيجمنت اللي هي ام اي هي radius. الرمز بالنسبه للradius او طوله اسمه r، ما تنساش. يبقى الام اي equals r. بالنسبة للكورد هيكون عندك سيركل وهياخد اي 2 points عليها زي ال A وال B، وهيوصل ال A وال B ببعض. يبقى معنى كده ان هي segment يا مستر joining between any 2 points on the circle. يبقى a segment joining between any 2 points on the circle it's called a chord. يبقى ال A B هنا اسمه الكورد. اخر حاجة عندنا الديامتر هو كورد، بس كورد يا مستر passing through the center of the circle. يعني ال AB هنا بيمر من على السنتر. يبقى تعريف يا مستر الديامتر اللي هو هيبقى عبارة عن double R. ما تنساش الحتة دي مهمة جدا، ان D is equal to double R or R is half D. مهمة جدا بتخش في حل المسائل. يبقى الديامتر is a chord mister passing through the center of the circle. وما تنساش ان هو the longest chord of the circle، يعني أطول كورد موجود عندنا في السيركل هو هيكون الديامتر. يبقى في الشكل اللي قدامك ده الـ AB يا مستر اسمه ديامتر، والـ AB كمان يا مستر الـ length تبعه equals double R. مهمة جدا وبنرمز لها بالرمز D، يبقى D equals 2R. كمان لو عندنا سيركل with center M وخدت 2 points عليها AB، الجزء AB يعني من أول A لحد B الجزء اللي هو كيرف ده هنسميه the arc AB. يبقى انت عندك two arcs، واحد صغير يا مستر وواحد كبير. يبقى الصغير اسمه minor arc والكبير اسمه major arc. يبقى انت عندك AB و AB عندك لو انت عندك circle وخدت عليهم يا مستر او خدت على circle دي
two points in ascending the circle the two arcs. واحد صغير واحد كبير. Next, Mr. If we have a circle with a center M ورسمت two radii. يعني انت رسمت two radii. اتقسمت السيركل عندك لتو بارتس. خد بالك السيرفيس اوف ذا سيركل لو خدت الجزء ده كده هنسميه مستر سيكتور، وهيكون عندنا مينير سيكتور وميجر سيكتور، يعني واحد كبير وواحد صغير. ايه هو السيكتور؟ هو جزء مستر من السيرفيس بالنسبه للسيركل، بس بيكون محدود بايه؟ بتو ريدياي وكمان ارك، يعني حدوده او البوردرز بتاعته يا مستر هتلاقيهم تو ريدياي اند ان ارك. بس لو انت عندك سيركل ورسمت فيها ديامتر وسميته اي بي وخدت الجزء اللي فوق بس او الجزء اللي تحت، يعني جزء محدود بكيرف وهو عباره يا مستر عن هاف سيركل وكمان محدود بالديامتر، دي هنسميها سيمي سيركل. مهمه جدا سيمي سيركل، الشكل اللي قدامك ده اسمه سيمي سيركل. First exercise بيقول لي in each of the following figures find the value of the used symbol in measuring. يعني انت عايز تجيب ال value لل x وال value لل y. بالنسبة للشكل الأولاني خد بالك انك انت هنا مش مطالب تكتب steps، يعني مش لازم تكتب خطوات، لأن في الغالب السؤال بيجي لك multiple choice، بس انت بتكتب خطوات ليه؟ عشان تكون فاهم الموضوع كويس عشان تحل بعد كده. في الشكل اللي قدامي هنا يا مستر عندي سيركل ورسم ال MA وال MB. طب ايه الريليشن بتوين ال MA وال MB؟ ان هم قد بعض. ليه؟ لانهم 2 radii. معنى كده ان احنا عندنا isosceles triangle، واحنا درسنا قبل كده يا مستر ان الانجل بيس يا مستر بتلاقيهم equal in measure or congruent، يعني ال A ب 40 يبقى ال B كمان ب 40 degrees. يبقى خد بالك ال X علشان تجيبها يا مستر الانجل sum of any triangle is equal to 180 degrees. يبقى على طول ال x يا مستر equals 180 degrees minus ال 40 plus 40 degrees. سهلة جدا. يبقى 180 degrees minus 80 degrees. يبقى على طول ال x هتطلع لك يا مستر ب 100 degrees. يبقى ال x equals 100 degrees. يبقى أول فكرة مهمة عندنا لما يكون عندي 2 radii هتلاقيهم زي بعض، يعني هيطلع عندك isosceles triangle البيس angles بالنسبة للisosceles triangle بتلاقيهم congruent، ورجعنا كمان ان الانجل sum for any triangle يا مستر is equal to 180 degrees. الشكل اللي بعده فكرة مهمة تانية جدا، انت عندك two angles عند الام، angle هنا 220 degrees ودي بنسميها reflex angle، وكمان عندي angle يا مستر اللي هي داخلية بالنسبة للtriangle اللي ممكن نسميها AMB. بالنسبة للانجل دي علشان تجيبها يا مستر just subtract 220 degrees from 360 degrees. ليه؟ لان any angle plus mister its reflex is equal to 360 degrees. دي معلومات كلها درسناها قبل كده. يبقى علشان تجيب الام الداخلية يا مستر هقول له 360 degrees minus 220 degrees. يبقى 0 minus 0 equals 0, 6 minus 2 equals 4. وهتنزل ال 1 يبقى 140 degrees. خد بالك بقى انا عايز اجيب الفاليو بالنسبه لل y. طب ايه الريليشن يا مستر بين b and a؟ هتلاقيهم congruent. طب ليه؟ لانك انت عندك isosceles triangle لسه قايلين من شويه. عندي ال mb is equal to ال ma equals mister radius. يبقى هنا 2 radii يبقى على طول عندك يا مستر isosceles triangle. يبقى what's the relation between the angle base؟ هتلاقيهم congruent. يبقى على طول ال 140 degrees يا مستر دي هتعمل لها divided by 2 يبقى كل واحدة equals 70 degrees. يبقى ال value ال y equals 70 degrees. الشكل اللي بعده شكل مهم جدا، مديك ال x ومديك ال y ومديك ال angle دي ب 27 degrees، وكمان بيقول لك يا مستر ان ال da is equal to ال dm. مهم جدا تاخد بالك من المعلومات اللي على الرسم، لانه مش كاتب، هو حاططك البيانات على الرسم بيقول لك اشتغل. طيب عشان تجيب الاكس هتلاحظ حاجه ظريفه، الاكس دي يا مستر هتلاقيها اكستيرير انجل على الترينجل اي ام دي، دي اكستيرير انجل. طب الاكستيرير انجل ايكوالز ذا سام اوف ذا تو مستر انتيرير انجلز مستر اكسبت ذا ادجيسنت وان، يعني الاكس دي ايكوالز 27 بلس الاي. مهمه جدا. طب يا مستر ما انت عندك isosceles triangle يبقى الاي ايكوالز 27، يبقى هنا عندي 27. يبقى علشان تجيب ال x just add 27 plus 27. يبقى خد بالك ان ال x يا مستر عبارة عن السم لل 27 plus 27.
طب ليه؟ لانها exterior angle 27 plus 27 equals مستر 54 degrees. يبقى خلاص انا جبت الـ x بـ 54 degrees. طب تعالى عشان نجيب الـ y. عشان تجيب الـ y لازم تركز. الـ y دي يا مستر في اليلو تراينجل، او في تراينجل اللي هو ملون باللون الاصفر عندك. انت جبت الـ x بـ 54 degrees. طب يبقى الـ e بكام؟ اقول لك بـ 54 degrees. طب ليه؟ لان انت عندك 2 radii اهم، اللي هو md وام اي ار congruent. ليه 2 radii؟ يبقى انت عندك الترينجل ده مستر ايسوسيليس ترينجل، يبقى ال اي ايكوالز الاكس. طب يبقى انا عندي ترينجل معلوم فيه 2 انجلز، ازاي اجيب يا مستر الثيرد انجل؟ جاست اد اند سبتراكت فروم 180 degrees. فكره متكرره. يبقى عشان تقول له، عشان تجيب الواي هتقول له يا مستر الواي از ايكوال تو 180 degrees ماينس 54 بلس 54. ممكن تكتبها 54 تايمز 2 مفيش مشكله. يبقى عندي 180 degrees minus 108 degrees. طبعا 10 minus 8 equals 2 ودي هتبقى 7 minus 0 equals 7، يعني هتطلع لك ب 72 degrees. يبقى ما تنساش الفكرة المهمة عندنا هنا اللي هي isosceles triangle بيتكون لما يكون عندنا 2 radii قد بعض، يبقى على طول الانجل بيس هتلاقيهم congruent، درسناها قبل كده في سنة تانية. Next exercise بيقول لي in each of the following figures find the value of the used symbol in measuring. يعني عايز يجيب الرمز x بكام والy بكام. خد بالك بقى انك انت هنا مش هتكتب خطوات، يعني لو جات لك السؤال سؤال essay question or written question هتكتب steps، بس هنا انا مش محتاج اكتب steps. طيب احنا عايزين نجيب الvalue للx. طبعا ممكن بعض الناس تقول لك الx equals 10 سنتيمتر، واحد يسأله طب الx 10 ليه؟ هقول لك ان التو تراينجلز دول يا مستر ار congruent. طب الحاله اللي قدامنا ايه هنا؟ الحاله اللي احنا درسناها قبل كده في سنه اولى يا مستر اللي قدامنا هنا هي الاس اي اس، اللي هي ايه بقى؟ دبل سايدز مستر اند انكلودد انجل. هتلاقي السايد ده قد السايد ده قد السايد ده، يبقى انت عندك تو سايدز في الجرين تراينجل يا مستر congruent مع تو سايدز في الجرين في التراينجل اللي تحت. طيب يبقى اصبح عندي يا مستر هنا تو سايدز قد بعض وهنا تو سايدز قد بعض، كمان انكلودد انجل. طب مش عرفك عشان هو حاطط علامات يا مستر ان هما congruent، هنا اكس وهنا اكس، يعني دي قد دي. يبقى خلاص الترينجل الاولاني is congruent مع الترينجل الثاني. يبقى هتستنتج على طول ان ال AB is congruent CB. طب CB ده بكام؟ ده باكس. طب ال AB بكام؟ ب 10 سنتيمتر، يبقى على طول دي 10 سنتيمتر. عايز يجيب الفاليو بالنسبه للواي. طبعا من الكونجروانت دي ب 35 ديجريز، يبقى دي ب 35 ديجريز. يبقى خلاص يا مستر يبقى الواي ب 35 ديجريز. طب ليه الواي ب 35 ديجريز؟ برضو لنفس السبب، انت عندك يا مستر 2 radii قد بعض، يبقى الترينجل اللي هو اي بي ام ده ايسوسيليس ترينجل، يبقى الانجل بيس اللي هم بي واي قد بعض. طب انت يا مستر خد بالك ما تقولش على دي بي، ممكن تقول عليها ام بي اي. قد مين؟ قد الانجل A، يبقى على طول عندي دي ب 35 ديجري. سهله جدا. يبقى احنا اعتمدنا على ايه هنا؟ على الحاله يا مستر اللي هي اس اي اس، حاله الكونجروانس اللي هو هيكون عندك تو سايدز اند انكلودد انجل، مهمه جدا. نيكست اكسرسايز ركز معايا، عايز يجيب الفاليو للاكس وعايز يجيب الفاليو للواي. بالنسبه للاكس وبالنسبه للواي انت عندك حاجه مهمه هنا جدا، التو تراينجلز اللي قدامنا دول عندك ال DC equals ال AB. طيب ايه ال relation يا مستر between ده وده وده وده؟ هتلاقيهم كلهم congruent. طب ليه؟ علشان انت عندك يا مستر كل دول radii، كل دول يا مستر كل واحد فيهم يسمى radius، يبقى كلهم قد بعض. يبقى الحالة اللي قدامنا في ال congruency اللي قدامنا هنا هتلاقي يا مستر triple S three sides في الاولاني is congruent مع three sides في التاني. طب معنى كده يبقى هنستنتج على طول ان الانجلز بالنسبه للتو تراينجلز ار congruent. يبقى خلاص يبقى انا عندي دي 50 degrees، يبقى دي 50 degrees. عشان اجيب الاكس يا مستر خد بالك انا دي انا جبتها بعيده عن الكونجروانسي خالص، ان انا عندي ام سي از ايكوال تو ام دي، يبقى ايسوسيليس تراينجل، يبقى سي 50 degrees يبقى دي 50 degrees. طب يبقى الاكس بكام؟ 50 plus 50 equals 100، then subtract 100 degrees from 180 degrees we get مستر 80 degrees، يبقى الـ x 80 degrees. خد بالك انت جبت الـ x بـ 80 degrees. طب انت عايز تجيب الـ y، يبقى لازم تستنتج او
تستغل موضوع الكونجروانسي اللي احنا قلناه. تريبل اس يبقى عندي التريبل اي قد بعض اللي هو الانجلز يعني، دي 50 ودي 50 يبقى خلاص دي 50 يا مستر ودي 50 ديجريز يبقى خلاص، والاكس برضو ديت هتلاقي دي ب 80 ديجريز زيها. انت جبت كده الواي ب 50 ديجريز زي مين؟ زي الدي او زي السي. نيكست اكسرسايز هيركز برضو على نفس الافكار اللي احنا اشتغلنا بيها هنا. انت عندك دي ب 50 ديجريز تمام، هو بيشاور عليها وعايز يجيب الاكس وعايز يجيب الواي، وعندك الدي اللي فوق دي ب 20 ديجريز. طيب انا هبدا اجيب الاكس ازاي يا مستر؟ عشان تجيب الاكس لازم تستغل حته الايسوسيليز ترانجل. انت عندك ده قد ده يا مستر، خد بالك ام دي از ايكوال تو ام اي، ام دي ممكن تكتبها هنا از ايكوال تو ام اي ايكوالز ار، يبقى ايسوسيليز ترانجل. يبقى خلاص الاكس اللي هو بيشاور عليها دي اللي هي ام اي دي از ايكوال تو انجل دي از ايكوال تو 20 ديجريز. خد بالك عشان في حد ممكن يقول لي ان ده بيربنديكولار ويستغلها عشان يجيب الواي يقول لي ب 90 ديجريز، طبعا الكلام ده مش موجود عليك لسه. يبقى خد بالك من حاجه مهمه، انت جبت دي ب 50 ديجريز وجبت دي ب 20 ديجريز ودي جبت دي ب 20 ديجريز، انت علشان تجيب الواي لازمك تجيب الانجل اللي هي اي ام سي، عشان تجيب اي ام سي لازم تجيب الانجل اللي هي اي ام دي. طب اي ام دي هتجيبها زي ما انت عندك 20 و 20 يبقى 40، يبقى اي ام دي على طول يا مستر 180 ماينس 40 يبقى هتطلع لك على طول يا مستر 140 ديجريز، هتبقى اوبتيوس انجل دي ب 140 ديجريز. خد بالك من الانجل اي ام سي دي يا مستر انجل سبلمنتس، سبلمنتس يعني بتوصلها ل 180 ديجريز اللي هي 140 ديجريز، يبقى انا جبت دي 40 ديجريز. يبقى خلاص علشان تجيب الواي جست اد 40 ديجريز بلس 50 ديجريز then subtract from 180 degrees، يبقى 40 يا مستر بلس 50 equals 90، يبقى على طول ال y equals 180 degrees minus 90 degrees على طول equals 90 degrees. يبقى خد بالك في الفكرة الأولانية استغلينا فكرة ال isosceles triangle، بالنسبة للفكرة الثانية استغلينا يا مستر جبنا ال angle sum ب 180 degrees، وبعدين استغلينا ان ال two angles لو انت سميت ال angle D1 وال angle D2 اللي هي موجودة في ال triangle A ام سي لو سميتهم تو انجلز مستر 1 و 2 هتلاقيهم تو سبلمنتري انجلز. سبلمنتري انجلز يعني ايه؟ يعني their sum equals 180 degrees، معلوم واحده اللي هي ب 140، عشان تجيب الثانيه just subtract 140 from 180 degrees يبقى على طول مستر equals 40 degrees. بعد كده تستغل فكره الانجل sum بالنسبه للتراينجل سي اي ام، just add 40 plus 50 then subtract from 180 degrees we get the value of y is equal to 90 degrees. Next important colors يعني important theorem يا مستر او حاجات بنستخدمها في حل المسائل اعتبرها rules. هناخد 3 colors مهمين جدا. Number 1 يا مستر بيقول لي لو انت عندك circle والcircle دي السنتر تبعها M ورسمت فيها مستر كورد، خد بالك ان هما التلاتة شبه بعض، رسمت فيها كورد وكمان الكورد ده خدت يا مستر ميد بوينت عندك اسمها سي، يعني عملت له بايسكتس ورسمت يا مستر ستريت لاين. الستريت لاين ده هتستنتج على طول ان هو بيربنديكولر تو ذس كورد، يعني هتلاقي الانجل اللي هي اي سي ام الانجل دي هتبقى ب 90 ديجريز. النص بتاعها مهم جدا عشان بيجيلك في كومبليت. The line passing through the center of the circle of a midpoint of a chord. يعني انت عندك line يا مستر هيمر بالسنتر وكمان هيمر بنقطة يا مستر الميدبوينت بالنسبة للكورد، هتستنتج على طول انه perpendicular to this chord. يعني انت عندك AB يا مستر is a chord of the circle M وكمان C is a midpoint. خد بالك انك هتستنتج ان ال MC is perpendicular to Mr. the chord AB، معنى كده ان هيكون عندي 90 degrees. انت هتقابلك في المسائل الرول دي ازاي يا مستر؟ هتلاقي عندي كورد وهتلاقي عندي ميد بوينت وهتلاقي لاين او سيجمنت مرسومة من السنتر للميد بوينت بتاعت الكورد، يبقى على طول تستنتج ان انت عندك 90 degrees. 90 degrees معناها ان اللاين ده او السيجمنت دي
هتكون perpendicular to this chord. مهمة جدا. second يا مستر بيقول لي لو انت عندك بقى نفس الكورد اللي هو AB وعندك كمان point C ورسمت line بس line ده كان perpendicular, يعني احنا عندنا هنا حاجتين, عندنا انها ان هو passing through the center of the circle وكمان عندنا ان هو perpendicular, يبقى هنستنتج على طول ان هو bisect يا مستر this chord. يعني bisect يعني بينصفه, يعني هتكون عندك السي او البوينت سي الموجودة عندي دي يا مستر هتلاقيها هي الميد بوينت بالنسبة للكورد اي بي. معنى كده هتلاقي ان الاي سي از ايكوال تو سي بي. لو افترضنا ان الاي بي ب 10 سنتيمتر هنلاحظ ان الاي سي ب 5 سنتيمتر وان السي بي ب 5 سنتيمتر, يبقى احنا هنستنتج هنا ان الاي سي از ايكوال تو سي بي از ايكوال تو هاف اي بي. مهمة جدا النص, the line passing through the center of the circle and perpendicular to the chord bisects the chord, يعني بينصف الكورد الموجود عندي. نقدر نكتبها كالآتي, أقول له ال AB is a chord of the circle M, كمان ال MC is perpendicular to AB. هنستنتج على طول إن ال C يا مستر is a midpoint of the chord AB, معناها إن ال AC is equal to CB is equal to half AB. مهمة جدا وبتدخل في حل المسائل. next يا مستر هتلاقي عندك حاجتين برضو وحاجة هتستنتجها, هتلاقي عندك نفس السيركل والسنتر ام ونفس الكورد اللي هو اي بي. بالنسبة لللاين هتلاقي عندك يا مستر bisect وكمان عندي perpendicular. هنستنتج على طول ان هو يا مستر passing through the center of the circle, يعني هتلاقي اللاين الموجود عندك عندك midpoint C واللاين كمان هتلاقيه perpendicular, يبقى لازم اللاين اللي انت رسمته ده يا مستر هتلاقيه passing through the center of the circle, وده هنسميه axis of symmetry of the circle. طيب السيركل ليها كام axis of symmetry يا مستر؟ infinite number of axes of symmetry, يعني لها عدد لا نهائي من axes of symmetry. بالنسبة للنص the perpendicular bisector, ده بنسميه perpendicular bisector, هو perpendicular وكمان bisects AB at the point C, يبقى the perpendicular bisector to any chord of the circle passes Mr. through the center of the circle. مهمة جدا passes through the center of the circle. بنقولها كالآتي ان ال AB is a chord of the circle وكمان عندي ال MC perpendicular to ال AB وكمان C عندي يا مستر is a midpoint of AB. هنستنتج على طول ان ال MC passes through the center of the circle. خد بالك لو انت سميت ال MC او line MC ده لو سميته L هتلاحظ ان ال M دي يا مستر is a point on L, بنسميها مستر is an element of L. مهمة جدا وبتدخل في حل المسائل. next exercise بيقول لي M is a circle in each of the following figures complete, يعني هو عايز يمديك الشكل لو هتعتمد على البيانات الموجودة على الرسم زي الأمثلة اللي احنا خدناها قبل كده, وبعدين هتستخدمها في إيجاد المطلوب اللي هو كاتبه لك. عندي دي 50 degrees يا مستر وهو عايز أنجل MAC اللي هي الأنجل A, MAC الأنجل A بكام. خد بالك ان انت عندك bisector او عندي C is Mr. is a midpoint of AB, يبقى طول هتستنتج ان ال MC perpendicular to MA, يعني معنى كده ان الانجل ACM equals 90 degrees. عندك two angles 90 and 50, just add mister then subtract from 180 degrees, او ممكن تقول انك انت عندك triangle ACM واحدة ب 90 degrees, يبقى على طول ال two angles التانيين بتلاقيهم two complementary angles, يعني يا مستر their sum equals 90 degrees, واحدة فيهم ب 50 degrees, ازاي تجيب التانية؟ just subtract 90 degrees minus 50 degrees equals 40 degrees, يبقى على طول الناتج عندك ب 40 degrees. لو انت عايز تكتبها هتقول له كده C is a midpoint of AB, C is a midpoint of AB, هتبتدي تكتب خطوات هتاخد وقت شوية. طيب على طول يا مستر هتلاحظ على طول ان ال MC perpendicular to AB, يبقى measure of angle MCA,
CA is equal to 90 degrees. على طول هنستنتج ان measure of angle Mr. A او MAC اللي هو طالبها MAC is equal to 180 degrees minus 90 plus 50. 90 degrees plus 50 degrees طبعا هتطلع لك 40 degrees لو انت عايز تكتب steps، بس مدام السؤال جاي لك كده ما تكتبش steps، انت اشتغل على طول. بالنسبة للشكل اللي بعده هو عايز measure of angle DME. السؤال ده مهم جدا وبتكرر كتير في الامتحانات. DME الانجل دي هتلاقيها انجل في quadrilateral. احنا عارفين يا مستر الquadrilateral كله بكام؟ ب 360 degrees، يعني الفور انجلز او الانجل سام كلهم الاربعة يا مستر equals 360 degrees. لو انت عندك 3 انجلز تقدر تعمل سام، تجيب الانجل سام يا مستر اللي هو 360 degrees minus يا مستر السام ل 3 انجلز او 3 given انجلز دي ب 60 degrees. خد بالك انك انت عندك ال ام دي يا مستر ده هتلاقيه perpendicular. طب اشمعنى؟ علشان عندي الدي يا مستر اهوت از ميد بوينت موجودة وده كورد وكمان مار بالسنتر، يبقى على طول ال ام دي perpendicular to AB يبقى دي ب 90 degrees، كذلك دي ب 90 degrees نفس السبب، برضو ال E is a midpoint. يبقى علشان تجيب الانجل اللي هي مطلوبة just add all angles all given angles 90 plus 90 دي ب 180 degrees. 180 plus 60 degrees ممكن تستخدم الكالكوليتر مفيش مشكلة. 0 plus 0 equals 0 8 plus 6 equals 14 so we get 240 degrees. خلاص اعمل 240 degrees اعملها subtract from 360 degrees. 0 minus 0 equals 0 6 minus 4 equals 2 3 minus 2 equals 1 so we get 120 degrees. يبقى تطلع لك 120 degrees. السؤال الأخير سؤال مهم جدا جدا، هو مديك ان الـ MC بـ 3 سنتيمتر وكمان بيقولك ان الـ AB بـ 8 سنتيمتر وكمان ده يا مستر هتلاقيه مار بالسنتر وكمان perpendicular، معنى كده ان هو مستر bisect مستر the chord اللي هو AB يعني دي قد دي. طب هو بيقول لي الـ AB كلها بـ 8 سنتيمتر يبقى معنى كده ان الـ CA بـ 4 سنتيمتر والـ CB 4 سنتيمتر. دي كلها درسناها السنة اللي فاتت اللي هي البيثاجورين ثيرم، أخدناها لما يكون عندك رايت مستر تراينجل ازاي تجيب الهايبوتنيوس جست مستر سكوير then add then take مستر the square root. تلات خطوات، أول حاجة هتعمل سكويرنج، سكويرنج لل 3 طبعا هي هتطلع ب 5 كلنا حافظينها، سكويرنج لل 3 هتبقى 9 وسكويرنج يا مستر لل 4 هتبقى 16، بعد كده هتاخد السكوير روت يبقى equals square root of 25 equals 5 سنتيمتر كلنا عارفينها. يبقى خد بالك هنا انك انت طلعت ال بي سي يا مس سوري ال ام ال ام ال ام بي equals what 5 سنتيمتر. ساعات في بعض المسائل بيطلب منك الديامتر لكن هو هنا طالب الراديوس يبقى هو هنا جايبها لك مباشره. لو طالب الديامتر يا مستر او في شكل من الاشكال لو رسم لك الديامتر كنت هتمسك ال 5 دي تايمز 2 تبقى ب 10 سنتيمتر. يبقى ما تنساش انت استغليت هنا الرولز اللي احنا اخدناها وكمان استغلينا البيثاغورين ثيرم. عشان نفتكر البيثاغورين ثيرم احنا كان عندنا رايت تراينجل دي ب 3 سنتيمتر ودي 4 سنتيمتر، ازاي نجيب الهايبوتنيوس؟ عشان تجيب الهايبوتنيوس هتعمل سكويرنج للاثنين، سكويرنج لل 4 تبقى 16، سكويرنج لل 3 تبقى ب 9 وبعدين تعمل ادنج وتاخد سكوير روت يبقى يديك روت 25 هتطلع لك ب 5 سنتيمتر. يبقى ما تنساش لما تبقى تجيب الهايبوتنيوس بتعمل ادنج. لو طالب يا مستر اي ليج من التراينجل الموجود عندك بتعمل سبتراكت نفس الخطوات بس بتعمل سبتراكت وبتاخد الروت. نيكست اكسرسايز بيقول لي انا عايز الاي بي. الاي بي ده الكورد، خد بالك انك انت عندك الام اكس يا مستر ده بيربنديكولار ومار بالسنتر يبقى على طول الاكس از ا ميد بوينت اوف اي بي او هتقول له ان الـ AX is equal to الـ XB. خد بالك ان انت لو جبت الـ AX هتعمله times 2 عشان تجيب الـ AB يبقى الحكاية سهلة. ده لسه قايلينه الـ Pythagorean Theorem بس هنا مديني يا مستر الـ Hypotenuse وكمان ليج، ازاي اجيب الليج التاني اللي هو XA؟ يبقى علشان تجيب الـ XA كل الحكاية هتعملها هتعمل squaring. squaring لل 10 هتبقى ب 100، squaring لل 6 هتبقى ب 36 وهتعمل subtract وبعدين تاخد الروت. طبعا 100 minus 36 كلنا حافظينها equals 64
وبعدين تاخد الروت يبقى يطلع لك ب 8 سنتيمتر. ده مين ده؟ ده الاكس اي. طب ايه الريليشن بتوين الاكس اي والاي بي؟ هتلاقي الاي بي يا مستر از دبل اكس اي. ليه؟ لان احنا قلنا الاكس از ا ميد بوينت اوف اي بي، يبقى على طول الاكس بي او سوري او الاي بي از ايكوال تو 8 مستر تايمز 2، يعني هيطلع لك ب 16 سنتيمتر. سهله جدا. السؤال اللي بعده مهم جدا، اخدناه قبل كده او داخل فيه فكره درسناها قبل كده. انت عندك يا مستر ده رايت تراينجل، ليه؟ لان هو اصلا مديني البيانات على الرسم. خلاص يبقى احنا هنستنتج ان الاي دي يا مستر از ا ميد بوينت اوف اي بي. طب هو عايز طول مين؟ عايز طول السي دي. السي دي ده لو بصيت عليه على الرسم هتلاقيه هو ديامتر. يبقى انت لو جبت طول الام اي اللي هو الراديوس هتعمل له تايمز 2، هيطلع لك الديامتر اللي هو هيبقى سي دي. مهمه جدا. يبقى فكره السؤال انك انت هتجيب الام اي الاول وبعدين تعمل له تايمز 2 او هتجيب الدبل عشان تطلع الديامتر. طب ازاي انا هجيب الام اي؟ عندك الترينجل ده رايت ترينجل، وكمان في حاجه ظريفه انك انت عندك ديب 30 ديجريز. معنى كده يا مستر ان الاوبوزيت سايد لل 30 ديجريز ايكوالز هاف ذا هايبوتينيوس، اخدناها قبل كده. والترينجل ده بيسموه 30-60 ترينجل، بالعربي اسمها مثلث 30-60. يا مستر الاوبوزيت سايد لل 30 ديجريز ايكوالز هاف مستر وات؟ ايكوالز هاف ذا هايبوتينيوس. خد بالك هو بيقول لك الاي بي كله ب 10 سنتيمتر، واحنا قلنا ان الاي از ا ميد بوينت اوف اي بي، يعني ده 5 سنتيمتر. يبقى الهايبوتينيوس عندي بكام؟ ب 10 سنتيمتر. طب الهايبوتينيوس بيمثل الراديوس لينث، يبقى انت جبت الراديوس هنا ب 10 سنتيمتر. ازاي تجيب السي دي؟ عشان تجيب السي دي هتاخد الراديوس اللي هو 10 تعمل له تايمز 2 وتطلع لك ب 20 سنتيمتر. يبقى انا جبت كده الديامتر ايكوالز 20 سنتيمتر، واستغليت معلومه درستها قبل كده. السؤال اللي بعده مهم جدا. انت عندك يا مستر سيجمنت مره بالسنتر وبيربنديكولار، معنى كده يا مستر ان هي ان هتلاقي الدي دي از ميد بوينت اوف اي بي. طبعا ما يوضع على الرسم هو الجيفن بس، يعني الحاجات المعلومات اللي مديها لك، يعني الكلام ده اللي انا كتبته على الرسم ده استنتاج. خد بالك بقى ان اصبحت الدي يا مستر دي از ميد بوينت اوف اي بي. وهتلاحظ حاجه كمان ان الام برضو دي السنتر بتاع السيركل از ا ميد بوينت اوف اي سي. يبقى اصبح انت عندك السيجمنت اللي هي ام دي از ا ميد سيجمنت اوف ذا تراينجل يا مستر اي بي سي. يبقى اصبح لما يكون عندي ميد سيجمنت بنستنتج ايه؟ بنستنتج يا مستر ان اللينث بتاعها از هاف ذا ثيرد سايد، يعني الام دي ده از ايكوال تو هاف بي سي. بس دي انا مش هنستخدمها، انا هستنتج حاجه تانية ان هما الاثنين هيكونوا بارلل سايدز. بارلل سايدز مهمه جدا. يبقى الاثنين دول هيكونوا بارلل. طب ليه؟ لان دي ميد سيجمنت اوف ذا تراينجل اي بي سي. يبقى انت استنتجت هنا ان الدي ام يا مستر از بارلل تو بي سي، وكمان طولها يا مستر بتخش في المسائل برضو از هاف بي سي. مهمه جدا. طيب هو عايز ايه؟ هو عايز الفاليو للاكس. الاكس هنا عبارة عن measure of angle B ب 2x، جاية في 2x. طب ايه ال relation between 2x وال angle 1؟ دي هنسميها ال angle 1. الاتنين دول اسمهم two corresponding angles. طب ال corresponding angles دي انت جبتها منين؟ عشان عندي two parallel lines and transversal which is AB. عندك يا مستر الشكل ده حتى بيشبهه بالليتر F. لما يكون عندي letter F يبقى انا عندي هنا وضع two corresponding angles. هنستنتج على طول ان الانجل B is equal to angle 1، انا سميتها angle 1. ممكن تسميها angle ADM. ADM is Mr. equal to Mr. angle B. Why two corresponding angles؟ يبقى طب الانجل دي بكام اللي هي angle 1؟ ب 90 degrees. يبقى اصبحت 2x يا مستر is equal to 90 degrees. To find the value of x, just divide both sides by 2. We get x is equal to 45 degrees. The exercise مهم جدا. يبقى x عندي 45 degrees. Next exercise هتلاقيه Mr. Written Question. هو مديني circle والcenter M. بيقول لي طول يا مستر الradius length ب 13 سنتيمتر.
معنى كده ان ال MA ب 13 سنتيمتر. كمان مديني ال AB ب 24 سنتيمتر وهو كورد، ال AB ب 24 سنتيمتر، وال C كمان ميد بوينت، يعني هتستنتج ان دي ب 12 ودي ب 12 اللي هي CA و CB. ازاي يا مستر تحسب ال area of the triangle ADB اللي هو الترينجل اللي متلون تحت ده؟ يبقى خد بالك عشان تجيب الاريا لازم يكون عندك حاجتين، البيس والهايت. ليه؟ لان الاريا يا مستر بالنسبه للترينجل equals half times base times height. بالنسبه للبيس عندنا اللي هي AB، طب الهايت هيكون CD. طب مش معنى هايت CD علشان عندنا C ميد بوينت يبقى على طول عندنا D perpendicular. خد بالك لان احنا بنطبق الرول اللي احنا اخدناها. طيب علشان تجيب السي دي لازم تجيب يا مستر الام سي. انا هجيب الام سي الاول مستغلا يا مستر بيثاغورين ثيرم. انا عندي دي ب 13 سنتيمتر ودي ب 12. By using Pythagorean theorem we get MC equals 5. طب جت ازاي؟ هتعمل سكويرنج لل 13 وسكويرنج لل 12 وبعد كده تعمل سبتراكت. هكتب لك الخطوات دلوقتي. انت بتحل الشفره الاول بعدين تكتب الستبس وبعدين تعمل سبتراكت وبعدين تاخد سكوير روت، هتطلع لك ب 5 سنتيمتر. خد بالك بعمل ام دي. الام دي يا مستر ده كله بكام؟ ده الراديوس برضو ب 13 سنتيمتر. انت جبت جزء منه ب 5 سنتيمتر، يبقى خلاص الجزء سي دي ده هيطلع لك ب 8 سنتيمتر. يبقى خلاص انت عندك البيس ب 24 والهايت يا مستر طلعته ب 8 سنتيمتر، وبعدين هتجيب الهاف. خد بالك ان 24 is divisible by 2 equals what equals 12. يبقى خد بالك 12 times 8 8 times 2 equals 16 و 8 times 1 8 plus 1 يبقى 96 square centimeter. يبقى الاريا بالنسبه للترينجل هتطلع ب 96 square centimeter. طبعا السؤال ده مهم جدا، ازاي نكتب الخطوات؟ الكلام ده احنا متعودين عليه من سنه اولى وسنه تانية. يبقى اول خطوه هتبدا تقول له كده since يا مستر، هتقول له since c is midpoint of AB. يبقى خلاص هتقول له ال MC is perpendicular to ال AB. هتقول له كده in triangle اللي هو ACM. ACM هتضطر تجيب طول ال CM. هتقول له CM is equal to by using Pythagorean theorem 13 squared اللي هي هتطلع لك 169. ممكن تستخدم الكالكوليتر. وهنا minus 5 squared وبعدين هتاخد الروت. يبقى مستر ال CM is equal to هتطلع لك على طول يا مستر، خد بالك هي هتطلع ب 5 سنتيمتر اللي هي minus 12 squared. سوري minus 12 squared. يبقى روت 169 minus 144 كلنا حافظينها. يبقى CM يا مستر is equal to root 25 هتطلع لك ب 5 سنتيمتر. هتقول له but بس انا عندي يا مستر ال MD equals radius يعني equals 13 سنتيمتر. يبقى هنستنتج على طول ان CD is equal to 13 minus 5 is equal to 8 سنتيمتر. يبقى هتقول له كده area of triangle اللي عندك هيكون ADB ADB is equal to half times البيس عندي هتكون AB times الهايت عندي هيكون CD. يبقى هتقول له half مستر times ال AB ب 24 times ال CD انت جبتها قبل كده ب 8 سنتيمتر. يبقى خد بالك هتبقى ال half times 24 هيديك 12. 12 times 8 equals 96 square centimeter. للأسف الشديد لازم تكتب steps، يعني انت بتحل الأول وبعدين تنظم steps. بس احنا يعني بنعدي حاجات كتيرة وإن شاء الله واحدة واحدة هتبص تلاقي نفسك تكتب steps كاملة بإذن الله. next exercise مهم جدا. ليه؟ لأنه اتكرر كتير في الامتحانات. عندك يا مستر الاتنين دول، عندك 2 مستر concentric circles. اللفظة دي مهمة جدا لازم تكون حافظها. two concentric circles معناها مثل ان two circles have the same center، يسموها بالعربي متحدتي المركز.
طيب احنا عايزين ايه؟ احنا عندنا ال ام اي يا مستر بيربنديكولر تو سي دي، وكمان كانه بيربنديكولر تو اي بي. عايز يثبت ان ال اي سي از ايكوال تو بي دي. ال اي سي الجزء ده الصغير اللي هو between the two circles is مستر ايكوال تو ال بي دي. هنا هتحاول تكون تو ريليشنز وتعمل لهم سبتراكت من بعض. هنتكلم الاول على السيركل الكبيره. عندك ال ام اي يا مستر از بيربنديكولر تو مين؟ ال اي بي. طبعا خد بالك ان ال اي بي ده يا مستر كورد، وال ام اي يعني مر بالسنتر. معنى كده هنستنتج ان ال اي از مستر اميد بوينت، ممكن تكتبها اميد بوينت اور بايسك مفيش مشكله، از اميد بوينت اوف اي بي. يبقى انت شغال في السيركل الكبيره large circle. يبقى تستنتج على طول ان يا مستر ال EA equals ال EB. ال EA is equal ال EB، ودي هنسميها relation 1. هتقول له similarly بنفس الاسلوب هتلاقي برضو ال E is a midpoint of DC. هتقول له كده similarly يعني بنفس يا مستر الاسلوب، هتقول له E is the midpoint of الكورد عندي هيكون اسمه DC. يبقى هنستنتج على طول ان ال EC is equal to يا مستر ال ED، ودي هنسميها relation 2 by subtracting، او هتقوله from 1 and 2. لو انت اخدت ال EA minus ال EC وتحاول ترتب ال two relations قصاد بعض، ال EA وال EC يعني ال EA كلها شيل منها ال EC، هيبقى الجزء ده اللي هو CA is equal to نفس الحكاية ال EB هشيل منها ال ED، شيل منها ال ED is equal to الجزء اللي between the two circles اللي هو هيكون BD. يبقى انا وصلت يا مستر ان ال AC is equal to BD. طبعا AC هي نفسها CA. يبقى خد بالك انت اشتغلت على نفس الخطوة بس كررت الخطوة في السيركل الكبيرة والسيركل الصغيرة. Next exercise بيقول لي in the opposite figure في الشكل اللي قدامنا ده، هو بيقول لي ان ال AB is Mr. parallel to CD. يبقى ده موجود عندك، يبقى علامات البارالل موجودة عندي. وقول لي كمان ال X يا مستر is a midpoint of AB. الاكس يا مستر ميد بوينت للاي بي. يبقى خد بالك على طول يبقى ده يا مستر بيربنديكولار هنستنتجه. كمان بيقول لي ده يا مستر انترسكت سي دي في الواي، يعني بيقطع الدي سي كمان في الواي. عايز اثبت ان الواي دي از ميد بوينت اوف سي دي، يعني انا عايز اثبت ان الواي از ميد بوينت اوف دي سي او سي دي. عشان تكون الواي ميد بوينت للسي دي لازم تثبت ان ال MY is perpendicular to DC. مهمة جدا. طب ازاي نثبت الكلام ده لو كان عندي الانجل دي ب 90 degrees؟ طيب احنا عندنا يا مستر هنا two parallel lines، وكمان عندنا ال X is a midpoint of BA. معنى كده يا مستر ان ال MX perpendicular يعني دي ب 90 degrees. دي ب 90 degrees والاثنين دول يا مستر التو انجلز، وانا سميت دي انجل 1 ودي انجل 2 على الرسم. ممكن تكتب على الرسم انجل 1 وانجل 2 مفيش مشكله. هتلاحظ ان انجل 1 وانجل 2 تو سبلمنتري انجلز، يعني يا مستر ذير سام ايكوالز 180 degrees. انت قلت واحده عندك ب 90 degrees يبقى اللي بعدها ب 90 degrees. يبقى انت اثبتت يا مستر ان الانجل دي ب 90 degrees، يبقى على طول ال ام واي از بيربنديكولار تو دي سي. سهله جدا. يبقى الاول خطوة هنقولها، هقول له since يا مستر ان ال x is the midpoint مستر of AB. يبقى على طول هقول له ال mx is perpendicular to AB. معنى كده ان measure of angle 1 is equal to 90 degrees. انا هسميها 1 و 2 على الرسم. خد بالك انا هسمي دي 1 وهسمي دي 2 مفيش مشكله. measure of angle 1 equals 90 degrees. هترجع تقول له since يا مستر ال AB is parallel to CD،
يبقى خلاص measure of angle 2 is equal to 180 degrees minus measure of angle 1 يبقى equals 180 degrees minus 90 degrees يبقى على طول equals 90 degrees. دول بيسموهم two interior angles on the same side of the transversal. ممكن تكتبها هنا two angles أو two interior angles on the same side of the transversal اللي هو هيبقى عندي xy. يبقى على طول هنستنتج يا مستر and then هنستنتج ان الy أو الmy is perpendicular to DC. معنى كده ان الy is the midpoint of DC. وبكده يبقى انا اثبت المطلوب. Next exercise بيقول لي in the opposite figure مديك triangle ABC is inscribe the triangle inside the circle. يعني هتلاقيه جوه السيركل. طيب with the center M. وبقول لي كمان يا مستر ال MD perpendicular وال ME perpendicular. عايز يثبت ايه؟ عايز يثبت يا مستر اول اثبات ان ال ED parallel to AB. انا عايز اثبت ان ال ED parallel to ال AB. دي انا قلتها فكرتها قبل كده. خد بالك عندك ال MD ده يا مستر perpendicular. يبقى على طول ال D يا مستر is the midpoint of CB. كذلك ال ME perpendicular to AC. يبقى نستنتج على طول ان ال EA is midpoint of AC. يبقى خلاص ال ED is the mid segment of the triangle ABC. يبقى على طول parallel يا مستر the third side. يبقى ده الجزء الاولاني. الجزء الاولاني سهل في الكتابة. هتقول له كده since MD is perpendicular to BC. Then يا مستر D is the midpoint of BC. طيب يبقى دي الريليشن الأولانية ممكن ما تسمعهاش خليها زي ما هي. هتقول له similarly بنفس الأسلوب هتلاقي E is ما تكررش الكتابة midpoint of المرة دي AC. يبقى خلاص هتقول له DC is a mid segment خدناها قبل كده كلمة مهمة a mid segment of triangle ABC. يبقى على طول هنستنتج ان DC يا مستر is parallel to ال AB وده المطلوب الاولاني. خلاص خلصنا منه. طيب المطلوب الثاني مرتبط بالمطلوب الاولاني. The perimeter of the triangle A او triangle CDE. CDE triangle ده is half the perimeter of the triangle ABC. هتلاحظ ان اي سايد هنا يا مستر half سايد تاني. يعني احنا قلنا ال E is a midpoint of Mr. AC. معنى كده ان ال CE is half يا مستر ال AC. دي ريليشن اولانية. كذلك هتلاقي ال CD سهلة جدا is half يا مستر ال CB. تمام دي ريليشن 2. وكمان اثبتنا ان ال DC is a mid segment of the triangle ABC. معنى كده ان ال ED برضو is half the triangle AB. السؤال سهل بس الكتابة بتاخد وقت. طيب بعد كده هتقول له كده يا مستر add by adding اجمع كل ده. دول كده هتلاقيهم السايدز بالنسبة للترينجل الصغير اللي هو DCE. يبقى هتقول له the perimeter اهو perimeter of the triangle CDE is equal to Mr. half the perimeter of the triangle الكبير اللي هو ABC. خد بالك ان انت لو جمعتهم هتاخد الهاف ده مستر كومن فاكتور عشان تطلع لك الريليشن دي. ممكن تكتبها مباشرة كده صح برضو مفيش مشكلة. Next exercise بيقول لي in the opposite figure هو مديني مستر inscribe the triangle جوه السيركل وبيقول لي الA ب 60 degrees والB ب 70 degrees.
عايز يحسب الميجرز بالنسبة للانجل يا مستر، او بالنسبة للترينجل ام اكس واي، ام اكس واي اللي هو مظلله الصغير بالنسبة ل A ب 60 degrees و B ب 70 degrees، يبقى خلاص C equals 50 degrees. ليه الانجل سم 180 degrees؟ خد بالك بقى من حاجة مهمة، انت عندك ال ام اكس بيربنديكولر يبقى ال اكس ميد بوينت، وال ام واي بيربنديكولر يبقى ال واي ميد بوينت. معنى كده ان ال اكس واي دي يا مستر ميد سيجمنت، معنى كده ان ال اكس واي بارل تو سي بي. معنى كده يا مستر انك انت ممكن تجيب الانجل، لو سمينا دي انجل 1 وسمينا دي انجل 2، معلش الرسم صغير شويه. الانجل 1 انا شاور لك عليها اي اكس واي، والانجل 2 اي واي اكس، يبقى اصبحت الانجل 1 ايكوالز بي ايكوالز 70 degrees. طب ليه يا مستر؟ تو كورسبوندينج انجلز. وكمان الانجل 2 از ايكوال تو انجل سي 50 degrees. ليه؟ تو كورسبوندينج انجلز. خد بالك انك انت قلت ان دي يا مستر بيربنديكولار ودي بيربنديكولار، جبت ال1 ب 70 degrees، يبقى خلاص الكومبلمنتري اللي هي هتبقى داخليه بالنسبه للتراينجل المظلل الصغير اللي هو محتاجها، اللي هي تبقى واي اكس ام بكام يا مستر؟ الكومبلمنتري انجلز يعني مستر 90 ماينس 70 ايكوالز 20، يبقى انجل 1 ممكن تعمل لنفسك حاجات هنا ايكوالز 20، هتطلع لك ب 20. زيها انجل 2 هتبقى 50 مستر ماينس 90، يبقى على طول الانجل 2 هتبقى عندك 40 degrees. يبقى خلاص انت عندك واحده ب 20 وواحده ب 40، الاثنين يا مستر هيدوك 60 degrees. يبقى خلاص اللي فاضله اللي هي هتبقى الانجل ام اكس ام واي، هتطلع لك يا مستر 180 ماينس 60 تديني 120 degrees. بس الكلام اللي احنا قلناه ده لازم يتكتب. هتبدأ تقول since mx is perpendicular to ab، هتقول له كده since mx perpendicular to ab، يبقى على طول يا مستر هتقول له كده ال x is a midpoint of ab، وبعدين تقول له similarly مستر هتلاقي ان ال y is a midpoint of، المره دي هتكتب ال AC، خد بالك انك لازم تبص على الرسم عشان تعرف تكتب. يبقى خلاص يا مستر عندك ال X وال Y الاثنين دول midpoints of AB و AC. معنى كده ان ال XY is a mid segment of triangle يا مستر ABC هنستنتج على طول ان ال XY ده اللي انا هستفيد منه is parallel to مستر CB. معنى كده ان measure of angle 1 is equal to measure of angle B equals 70 degrees، وكذلك measure of angle 2 is equal to measure of angle C equals 50 degrees. تكتب كده between two bracket corresponding angles معلش الكتابة طويلة شوية corresponding angles. خلاص تقدر تجيب measure of angle XMY is equal to 180 degrees minus اللي انت جبتهم بقى. لا سوري، لازم الاول لازم تجيب ال complementary angles. معلش انت جبت ال 1 وال 2، احنا اتفقنا ان احنا مستر ال 1 دي هتلاقي complements angle mxy، يبقى هتقول له measure of angle mxy بالراحه على مهلك equals 90 degrees لان ده perpendicular، وجبت ال 1 انت ب 70 degrees minus 70 degrees يبقى طلع لك ب 20 degrees. كذلك measure of angle التانية هتبقى مستر ام واي اكس، تبقى 90 المرة دي minus 2 اللي هي طلعت ب 50 degrees، يبقى هتطلع لك ب 40 degrees. بعد كده هتقول له measure of angle، ممكن تجيب التالتة الأخيرة measure of angle اكس ام واي equals يا مستر 180 minus السم
ال 20 وال 40 كنا كاتبينهم قبل كده. 20 plus 40 يبقى هي 60 degrees، يعني 180 minus 60 degrees تطلع لك ب 120 degrees، وشكلها obtuse في الرسم، يبقى هي obtuse triangle. بكده يبقى احنا انتهينا من درس النهاردة. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك، سبسكرايب في القناة.